بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك كتابه. حلقه نحلق فيها مع قيمه النادي الاهلي. ابراهيم، اهلا بك يا باشمهندس، واهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك كتابه. حلقه في توقيت مهم، لعل كان من المناسب ان يكون مضمونها ومحتواها وحديثها ومحورها عن قيمه الاهلي. قيمه الاهلي لان هي القيمه المتفرده، القيمه المتميزه، القيمه اللي بتخلي كل اهلاوي بيفخر انه اهلاوي. لكن قبل كل ده خلونا ننع بمزيد من الحزن والاسى الحقيقه، رحيل واحد من القيادات الاداريه المخلصه جدا في النادي الاهلي، اللي هو حسن مسعود مدير فرع النادي في مدينه نصر، الذي وفاته المنيه صباح اليوم وشيعت جنازته اليوم والعزاء غدا في مسجد الحمديه في مسجد المشير طنطاوي. ايضا يا باشمهندس، بنشاطر المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي العزاء في وفاه ابن عمه المغفور له الدكتور مهندس بهي عبد الرحمن مرتجي عضو النادي اللي توفى الى رحمه الله اليوم، والكابتن علاء عبد الصادق نجم النادي الاهلي ومدير قطاع كره القدم السابق في النادي الاهلي، واحد من نجوم الاهلي المخلصين الحياه، بنواسيه ونعزيه في وفاه المغفور لها والدته اللي توفيت فجر اليوم وتم دفنها، وايضا العزاء بكره في الحمديه الشاذليه. الف رحمه ونور، ويبقى العميد او اللواء حسن مسعود. رحم الله الجميع. رجل. رحم الله الجميع، ويعني صبر اهاليهم. ولكن في الصباح كده انا فوجعت بخبر اللواء حسن مسعود. حسن مسعود، وما بقول فوجعت هو تعبير دقيق عن احساس جالي. ليه؟ اولا يعني متى مفاجاه، يعني الراجل كان يؤدي عمله، وانا كنت متواصل معاه من عده ايام. حسن يعني شوف اروع شيء، وحتى اللحظات الاخيره كان في مكتبه. حتى اللحظات الاخيره، لا انا هكلمك على رحمه الله عليه حسن. علاقتي باللواء حسن مسعود جاءت ان احنا في خندقين مختلفين في انتخابات 76. 76؟ انا اساند وبقوه وبوضوح كابتن صالح. الكابتن صالح وهو كضابط ملتزم كان في الصاعقة، الذي عرفنا عليه انتخابات الفريق مرتجي في 76. ولكن ظهور مبكر قوي ليه. ما انا بقول لك. ولكن انا لقطته من وسط الحشد اللي كان في الخندق الاخر المقابل. ليه؟ لم ارى منه اي كلمه تسيء او خروج عن يعني الانتخابات بيبقى فيها شويه حاجات طبعا. الراجل ده انا قلت له مين ده؟ قالوا كذا كذا العميد حسن مسعود. وده كانت وقتها تلاقيه لسه رتبه صغيره. ما انا بقول لك ولافت الايام مفيش بينا وبين بعض علاقات، غير اشوفه احيانا في النادي صباح الخير صباح النور بوجهه البشوش ده الطيب المبتسم دايما، ولا كلمه ولا هيصه ولا حاجه، لحد ما انا عينت مدير عام قبلها وانا عضو مجلس اداره في فتره السنه الانتقاليه قبل ما اتعين سنه 92 او بدايه 92 فبراير لنوفمبر. وعندما يعني شروعنا في بناء اهل مدينه نصر. بعدين ابتدينا نعمل اجراءاتنا والليله، واول ما بقيت انا مدير النادي بدانا فعلا الخطوات التنفيذيه. وكان اول هم احنا كنا اهل مدينه نصر ده كان عباره عن اللي رايح واللي جاي يرمي في مخلفات البناء. فالفريق ابو غزال رحمه الله عليه تواصلنا معاه، ومن ايام الفريق مرتجي، وشالوا لنا بتكلفه ما كانتش بسيطه ولكن بانجاز رائع جدا كل المخلفات.
وكانت التوصية لو سبتوا النادي كده بطريقته دي هيرجع تاني الناس ترمي فيه المخلفات. ملايين يعني، بتكلفك ملايين عشان تشيل. ايوه. فيعني كان اول قرار عايزين نعين مدير لهذا الفرع، للفرع حتى الأرض. هو وللارض قبل. أيوة. احنا دخلنا في مرحله بقى ان احنا هنبتدي نبني. وقد كان وقع اختياري وتذكرته وقلت للكابتن صالح عليه. تذكرته وكان عنده حسن الظن فعلا. ايوه. فضل مدير للنادي الاهلي لحد ما فتره المهندس محمود طاهر استغني عنه. مشي وذهب الى نادي الجزيره الرياضي. راح مدير نادي الجزيره فعلا. لما رجع الكابتن الخطيب مسكه فاتصلت بيه. قلت له حسن انت مبسوط؟ فضحك. قلت له ايه رايك ترجع النادي الاهلي؟ بس ما تعملش حاجه، انت اديني بس الضوء الاخضر وانا هقترح الاسم قدام الكابتن لو هما يعني في دماغهم واختاروك خلاص، هم اصحاب القرار يعني، لكن انا هذكرهم بيك بس. قال لي تقدر تعمل كده يا كابتن؟ كان بياخد مبلغ كبير كبير فعلا يعني في الجزيره. لا اكتر من مدير النادي الاهلي كمان حتى. لكن هو قال لي انت لما كنت مدير نادي الجزيره والاهلي طلبك عملت ايه؟ قلت لهم لا. قلت له عملت ايه يعني؟ ايه جريت. قال لي اتناقش في فلوس؟ فكرت ايه اللي هتخسره ايه اللي هتكسبه؟ قلت له اطلاق. قال لي اعتبرني انا يعني اشمعنى ما احنا طول عمرنا كابتن عدلي مع بعض وانت عارف. فلما قلت للكابتن الخطيب يعني عينيه وسعت كده ولمعت وانبسط وسكت شويتين ولقيت حسن مسعود رحمه الله عليه عاد الى بيتي بسعاده غامره. كان سعيد جدا الخطوه دي. فانا يعني بتربطني بالراجل ده بعض الذكريات كل مره كده هنفتكر له حاجه، لانه انسان محترم جدا 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 واخلص للنادي الاهلي واخلص لكل مسؤوليه وتعهد بيها. يعني مع الفريق مرتجي كان مخلصا، مديرا للفرع مدينه ناصر كان مخلصا حتى الرمق الاخير، راجل يجمعه بيا حب النادي الاهلي. عشان كده كان كل الاهلاويه عدد كبير النهارده في تشييع جثمانه الطاهر. يمكن كان الكابتن حسن حمدي كان موجود، الكابتن محمود الخطيب، اعضاء مجلس الاداره، عدد كبير من قيادات النادي الاداريه ايضا كانوا موجودين. فرع مدينه نصر يشهد، كل حجر فيه يشهد للي هو حسن مسعود، لانه الحقيقه تقدر تقول المدير التاريخي لهذا المكان. طبعا يعني هو خرج مضطرا ورجع وعاد من اول لحظه. شوف المهندس عدلي اشار لجزئيه انه كان مدير ارض النادي الاهلي في مدينه نصر، وهي لسه ارض ما اتعملش فيها السور، عين اللي هو حسن مسعود مدير لهذا الفرع، فبناه طوبه طوبه، حاضر وشي على كل مراحل تطوره، حافظ كل الاسر والاعضاء اللي في مدينه نصر، كان في خدمة الجميع باستمرار، كان دايما وابدا مهتم يحل كل المشاكل. ومن المفارقات استاذ ابراهيم ان يتم التطوير والتسليم في وجوده يا دوبك ايام واسابيع. يعني يحضر يعني استلمها ارض وسلمها في اروع صورة. الافتتاح الاخير لتوسعة مدينة نصر وتطوير منشآته كان حاضر، زي ما يكون فعلا زي ما المهندس عدلي بيقول استلمها ارض مقلب قمامة لسه بتتشال وبتتنظف، ثم تنتهي إلى واحد من أفضل المقرات الرياضية في مصر والشرق الأوسط. ألف رحمة ونور على روح اللي هو حسن مسعود اللي هيظل دائما وأبدا كل الأهلوية، مش كل بس أعضاء مدينة نصر ولا أعضاء الأهلي، الكل يذكره دائما بكل الخير، وده تمن الإخلاص والانتماء والنزاهة وحاجات كتيرة في القيم الإنسانية الجميلة تمتع بيها اللواء حسن مسعود. غدرنا الكثيرون في الايام السابقه. صحيح. الشهرين اللي فاتوا دول غدرنا الكثيرون، وده بيخليني يا استاذ ابراهيم قبل ما نخش في صلب الحلقه وانا اتامل من الصباح، هو احنا من ساعه ما بنتولد لساعه ما بنموت هو المفروض يشغلنا ايه؟
ايه اللي المفروض يشغلنا؟ يعني كل اللي رحلوا النهارده يعني عزينا ثلاثه من الناس الاعزاء علينا يعني. طب رحلوا خدوا معاهم ايه؟ الا بقيت الذكرى والكلمه والعمل والكلمه الطيبه صحيح السيره العطره او العكس. فالنهارده تخيل انك تكرس حياتك يا ابراهيم عشان تعمل عمل طيب وتعيش محترم وتعيش بكرامتك مستور مش بتأذي حد خدام للناس خيركم أنفعكم للناس ونعيش أيام يوميا يتم استدراجنا إلى الخطأ يوميا. طيب احنا مش عايزين نستدرج للخطأ أستاذ إبراهيم مش عايزين وشايفين يعني أنا لما تربط الوفيات دي وتتأمل فلسفيا وبعدين تشوف الأحداث العنف الحادثتين ورا بعض الشاب بتاع تلة اللي قتل واحد بدم بارد وتربص ووقعة تانية امبارح حصلت في المنصورة أظن بنفس الشيء بتبص لي ليه مش أسهل حاجة القتل. أنا شايف من الحوار والتعليقات إن القضية بقت خطيرة إن في ناس بدأت تشعر إنها فوق القانون. يعني ما هو أنت لما واحد يقول لواحد هموتك وهقتلك ويقتله ده واحد مش خايف من حاجة. بالظبط بالظبط لما واحد يطعن فعلا. واحد ويطرده ليجهز عليه يعني هو مش قتل خطأ. ده هو وعد ووفى. ايوه إحساس بالقوة في مواجهة إنه هو فوق القانون. الوضع ده لابد أن ننتبه إليه جميعا. هذا تغيير خطير في تكوين الناس في التكوين النفسي للأجيال القادمة. ولما كنا بننبه هنا يا جماعة اسندوا وادعموا القدوة الصالحة وحسبوا المتجاوزين الذين مش عارفين حتى نلجأ للقانون يحمينا منه. هذا كلام مش بنقوله علشان انتماءات والله احنا عايزين بلدنا دي انك اما تعلم بتعلم بالنموذج بالقدوة. هو صالح سليم ما كانش بيحضرنا بس كان يتصرف قدامنا صحيح تصرفات محترمة يكبر قدامنا وعايزين نعمل زيه مصدقينه التتش مصدقينه لانه ما كانش بيدعي. عايزين نقول يا جماعة ربنا زي ما الكابتن زيزو قال ربنا يهديهم ويهدينا ويهدي الجميع. ما عادش ينفع ان احنا نسيب الدنيا بهذا التجاوز ولا ينبغي ان يشعر احد انه فوق القانون. وترفع علينا شكاوى يا استاذ انا وانت استاذ ابراهيم واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي نتمنى ان يتم التحقيق ان يتم مش فيها ان يتم بقى ان القانون يفحص كل حاجه بقى واللي غلطان يتجازى ولو كنا مخطئين في حاجه نتحمل تبع تصرفاتنا. بالظبط كده مش خايفين من حاجه عايزين القانون يبقى اقوى من الجميع. هو احنا لما بنقول او بنطالب بتفعيل سياده القانون على الجميع احنا بنعفي نفسنا؟ زي ما المهندس عادل اشار انت بتشتكيني على الرحب والسعه يتحقق معايا ونسأل ونسائل. ما هو ما فيش حد منزه عن خطأ بس سيادتك كمان مش معصوم ولا محصن فليكن هو ده فرض سيادة القانون على الجميع. إنما الادعاء بأنه فلان أخطأ يبقى هو خد حقك بالصوت. الصوت والتجاوز والتجريح والإساءات البالغة والمستوى الهابط ما ينفعش تبقى مدرسة شبابنا يتربى عليها بداية الثمرة المرة اللي بتطلع الـ والأفلام اللي عمال تتوالى والثقافة يا أستاذ إبراهيم والأفلام قدمنا صورة البطل في صورة بشعة إنه أي حد بياخد حقه بالصوت العالي وبالدراع وأي حد ما بيرعيش قيمة الكلمة ومسؤولية الكلمة
احنا من اول لقطة، من اول كلمة في ملك وكتابة قلنا احنا بنختلف مع المكتوب مش مع الكاتب. احنا هدفنا اعلاء قيمة الكلمة. ممكن تكون لنا اخطاء، حاسبونا، ممكن تكون مننا تجاوزات، اقفوا معانا راجعونا قولوا لنا هنا غلط. بس لما تقول لي انت هنا غلط قول لي وماذا عن الاخر. انما فكرة ان الكل ينتهك قيمة وقدسية الكلمة، ده اذا كان في غلط يا استاذ ابراهيم، اذا كان في غلط مش دريانين احنا بالظبط يعني. بس تعالى اعمل معاييرك. انما تنتهك الكلمة ويكون فعلا النتيجة بهذا الشكل، لا. الكلمة نور، رحم الله الفنان الكبير كرم مطاوع. أتعرف ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، ودخول النار على كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. الكلمة لو تعرف حرمة، زاد مذخور. الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور. بعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري. الكلمة فرقان ما بين نبي وبغي. بالكلمة تنكشف الغمة. الكلمة نور، دليل تتبعه الأمة. عيسى ما كان سوى كلمة، أضاء الدنيا بالكلمات وعلمها للصيادين فصاروا يهدون العالم. الكلمة زلزلة الظالم. الكلمة حصن الحرية. إن الكلمة مسؤولية. إن الرجل هو الكلمة. شرف الرجل هو الكلمة. يعني كل شيء بيبتدي بكلمة وبيخلص بكلمة. شرف الرجل. ما شوف الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي عليه رحمة الله، هو الأمثلة البلدي اللي بتلخص الكلام ده كله، بيقول لك لسانك حصانك إن صنت صانك وإن هنت هانك. هو ده كلام بسيط جدا، لكن هو ده مربط الفرس. لسانك حصانك، يعني أنت تحاسب على. وبعدين الكلمة زي الرصاصة، طلعت هترجع إزاي؟ صحيح. طب ما خلي بالنا. طيب سريعا، الاهلي النهارده فاز على فريق الاعلاميين 1-0. دي البروفه الاخيره قبل مباراه القمه، هتكون يوم السبت الاهلي والزمالك. حتى الان لم يتم تثبيت ملعب هذه المباراه، سواء اقيمت في برج العرب او اقيمت في اي من ملاعب القاهره، حتى الان لم يتم التاكيد على ده. لكنه مؤكد مباراه للقمه في الاسبوع الرابع، مختلفه عن كل القمم السابقه. كان دايما وابدا الاهلي والزمالك في توقيت متاخر، فليها كل الإثارة وليها كل الحساسية وليها كل التوتر. المرة دي حسنا فعل اتحاد الكرة انه حطها بدري شوية في الجدول. النهاردة الأهلي اختتم استعداداته لهذه المباراة بتجربة مع فريق الإعلاميين، فريق جيد في دور القسم الثاني. فاز الأهلي 1-0 بهدف وليد أزارو. يمكن ريني فايلر المدير الفني حرص على تجربة كل اللعيبة المتاحين اللي موجودين في ظل غياب لعيبة المنتخب مع المنتخب الأول ومع المنتخب الأولمبي. الأهلي بدأ المباراة بالتشكيلة باشمهندس، ضم شريف إكرامي، محمد هاني، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، ومحمود وحيد، وألو ديانج، وحسام عاشور، وليد سليمان، ومحمد محمود، وأحمد الشيخ، ووليد أزارو. وفي الشوط الثاني لعب علي لطفي، وسعد سمير، وحسين السيد، ومحمد عبد المنعم، وصالح جمعة، وأجاييه، وجيرالدو، والعربي بدر. هتلاحظوا بعض اللاعبين الصاعدين اللي بدا ريني فايلر يديهم فرص، محمد عبد المنعم المدافع، العربي بدر الهاف ديفندر، بالاضافه الى محمد محمود بعد شفائه، وياسر ابراهيم بعد الاطمئنان عليه ايضا، وسعد سمير في مشاركه اولى له بعد شفائه ايضا، وصالح جمعه بعد ما خاض شوط في برنامجه التاهيلي البدني. واطمأن المدير الفني على كل العناصر، وجرب حاجات كتيرة في هذه المباراة. عمرو السولية المصاب بعد الاطمئنان على حالته وشفائه من إصابة في جزع في الرباط الخارجي للكاحل، شارك في المران الجماعي اللي النهاردة أقيم بعد هذه المباراة للعناصر اللي ما شاركتش، واطمأن
الجهاز الفني على حالة عمرو السولية يا باشمهندس؟ نتمنى عودة كل المصابين. الحقيقة يعني كل ما فرقتك تبقى جاهزة تبقى المرونة واضحة جدا في التشكيل وفي التكتيك وفي عايز تعمل مفاجأة تقدر تعملها وانت مطمئن، ما تبقاش كل تصرفاتك الفنية اضطرارية. الدكتور خالد محمود طبيب الفريق كمان قال بالنسبة لمروان محسن هيجيب له واقي للوجه بعد تين يجيبوه من شركة أسبانية في خلال أيام حسب المقاس الخاص بيه، وده لوقاية الوجه عمر أو مروان محسن بعد إصابته بكسر في عظمة الوجه، وبينفذ مروان برنامج تأهيلي علشان يكون جاهز للمرحلة اللي جاية إن شاء الله بعد الجراحة اللي أجريت ليه في الوجه. نتمنى عودة مروان سريعا، حتى المنتخب محتاجه جدا. المنتخب محتاجه، والمنتخب النهاردة في أول مباراة للجهاز الفني الجديد فاز على بوتسوانا 1-0، الهدف سجله حمدي فتحي لاعب وسط الاهلي في اول مشاركه له مع المنتخب، يعني يبقى حمدي فتحي في اول مباراه دوليه له بيسجل هدف. المنتخب فاز 1-0، والكابتن حسام البدري المدير الفني شاف كل اللعيبه اللي اختارها، بدا بتشكيل من الشناوي وعبد الله جمعه ومحمود علاء واحمد حجازي واحمد فتحي، ولعب النني وطارق حامد في نص الملعب، وقدامهم كان في تريزيجيه وعبد الله السعيد وحسين الشحات واحمد حسن كوكا كمهاجم. اول التغييرات لعب حمدي فتحي بدل النني في الدقيقه 53، ولعب محمد مجدي قفشه بدلا من عبد الله السعيد في الدقيقه 59. التغيير الثالث كان محمد عواد بدل الشناوي في الدقيقه 61، وفي الدقيقه 67 كان التغيير الرابع نزل حسام حسن بدلا من كوكا، ولعب عمر جابر بدلا من طارق حامد في الدقيقه 80، وعمر السعيد شارك مكان حسين الشحات في اخر 7 دقائق. مباراه فريق الشباب في الاهلي مواليد 99 كان هيلعب مباراه مع طنطا اتاجلت، كان المفروض المباراه تتلعب بكره، اتاجلت علشان ملعب طنطا مشغول بمباراه في كاس مصر. فريق الناشئين لكره القدم في الاهلي بقى مواليد 2000 بيستهل مشواره في بطوله منطقه القاهره بكره ان شاء الله مع المطريه في ملعب الاهلي في مدينه نصر. الجهاز الفني لفريق 2000 فيه الكابتن مدحت طه اسماعيل مدير فني، واشرف ابو زيد مدرب عام، وخالد حسن مدرب حراس مرمى. تجهيزات فنيه للقاء القمه يا باشمهندس، يمكن العناصر الجاهزه نسبه كبيره، سواء اللي جايين من المنتخب او اللي جايين من المنتخب الاولمبي او اللي موجودين مع الخواجه. ما انا بقول لك يعني الحمد لله تقريبا عودة المصابين كلهم، ف يعني حاجة مريحة، حاجة مهمة. بس أنا سمعت إن هيبقى في ماتش ودي تاني يمكن يوم الأربعاء تاني؟ يبدو، لأن برضه في لسه حاجات عايز يطمن عليها. فاللي سمعته إن في ماتش ودي تاني يوم الأربعاء بإذن الله، عشان تبقى آخر حاجة قبل القمة، المباراة السبت. هل الأربع مش والله ده سمعت، ما الله اعلم. بس لو يتاكدوا لنا دلوقتي يبقى كتر خيرهم في الاعداد. مباراه القمه مرتقبه، ويمكن من حسن الطالع او من طيب المفارقه انه زي النهارده بس في 15 اكتوبر 1976 الاهلي فاز على الزمالك 2-1، كان جونين صفوت عبد الحليم عليه رحمه الله، والمجري كابتن مصطفى عبده متعه الله بالصحه والعافيه، وسجل للزمالك محمود الخواجه. نفكركم. الجمهور كان طيب قوي زمان، هي ده اخره، شيلوا الريف، حاجات كده، كانت ناس جميله. طيب كمان زي النهارده 15 اكتوبر لكن 2015 الاهلي كمان بيفوز على الزمالك 3-2 في كاس السوبر المصري، كانت المباراه في ملعب هزاع بن زايد في مدينه العين الاماراتيه، سجل للاهلي عبد الله سعيد هدفين من ضربتي جزاء وهدف لمؤمن زكريا،
وسجل للزمالك عمر جابر ومحمود كهربا، وكلهم مش موجودين في مباراة السبت، لكن نفكركم بيهم. جاب الشمال وراح في اليمين، عرضية ومرسي يا راجل، وخطيرة وخطيرة، هوبا والهدف، هوبا والهدف، يا سلام عليك يا عمر يا جابر. طويلة مرة تانية في اليمين، أطول من لازم، يتدخل ويدي إيه؟ ضرب الجزاء، وهوبا، يا عيني عليك، يا عيني عليك يا جميل. طويلة مرة تانية وخطيرة المرة دي، وليد سليمان وإيه؟ وليد سليمان وإيه؟ وإيه ضرب الجزاء وإنذار، وارحم بقلبك، وهوبا، يا عيني عليك، يخرب عقلك يا راجل. مؤمن يحطها في الشمال، خطيرة 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 خطيرة، وهوبا والهدف، يا نهار أبيض يا نهار أبيض يا مؤمن يا زكريا. طويلة خطيرة خطيرة خطيرة، والهدف، بقول لحضراتكم لسه بدري، بقول لحضراتكم لسه بدري. من المباراة المثيرة فعلا، يعني تنافس 4-3 بتاعت الكاس. نتمنى تملي يبقى المستويات بين الأهلي والزمالك كده، ويكون التحكيم كده بيدي كل واحد حقه. نتمنى إن شاء الله، ونتمنى تحكيم عادل في مباراة السبت بإذن الله. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل حديث مهم عن قيمة الأهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. قبل استنى، انا في موضوع عايز افتكره. قبل ما تتكلم في اي حاجه، ايوه، ايه حكايه الغلاف اللي نسب اليك ده؟ وانا استغربت جدا، بعدين الحمد لله لما بصيت على الصوره اكتشفت انه لا، ده في تزوير فاضح. ايه بقى الموضوع ده؟ طيب، امبارح الحقيقه بعد الظهر لقيت على بعض الصفحات غلاف معمول فوتوشوب لمجلة الأهلي، واخدين الغلاف، اللوجو بتاع الأهلي، الشعار بتاع النادي، رئيس مجلس الإدارة كابتن محمود الخطيب، رئيس التحرير العبد لله، الصورة محطوطة، حتى صورة قديمة، أبو تريكة وبركات، وبينهم، ما هي دي اللي شككتني، وبينهم شيكابالا، وبعدين عناوين غريبة جدا، لا يليق يعني. طبعا. فانا لقيت ضجه ودوشه، وحد عامل لي منشن عشان اعلق واقول، فقلت له يا جماعه عيب، يا جماعه المجله بتطبع مساء الثلاث، لسه ما طبعتش يوم الاحد، ده كلام اي حد يبص فيه يعرف انه لا ده غلاف الاهلي ولا المضمون بتاعه ممكن يعبر عننا كسياسه تحريريه. وحتى اللي عمل الفوتوشوب ساب ان المجله لسه بجنيه، يعني الراجل حتى ما جاش في خاطره انها ب3 جنيه، لا، الغلاف من تكوين قديم، فلسه 100 قرش. ما انت في بركات وابو تريكه وبجنيه، لسه بركات وابو تريكه، فده على ايامهم. ولقيت صخب شديد جدا، ولقيت خناقات وكلام كتير، فاضطريت ان انا اكتب. طب اصل خطوره الموضوع انه بيتبني عليه. بالظبط. فانا كنت عشان كده نفسي اسالك، لقيت الضجه المثاره، فكويس انك واضطريت اكتب على صفحتي على تويتر وعلى الفيسبوك. يا جماعه، في فوتوشوب لمجله الاهلي موجود على بعض الصفحات، لا بيعبر عننا ولا احنا مسؤولين عن مضمون، ولا يمكن نعمل حاجه زي كده، وارجوكم هذا عبث لا يليق. انت عارف ودي بقى الخطوره اللي المهندس عادل بيتكلم فيها. فين القانون؟ دي محررات رسميه يا جماعه، دي مش لعب ناس بتهزر. قبل كده سريعا، في نهاية ولاية المهندس محمود طاهر نسب إلى المجلة غلاف وانتشر، قال إيه في نتيجة الانتخابات والخطيب يشكر الجماعة. قبل الانتخابات، قبل الانتخابات بيومين، وتم تداوله. يا جماعة، اللي بيعمل كده أرجوكوا، لو هنهزر كتير هنضطر لاستخدام القانون. لو هي فعلا المسألة فيها هذه الاستهانة، انت بتحط اللوجو الرسمي بتاع المجله وشعار النادي الرسمي، حطيت نفسك تحت طاقيه القانون، ومفيش فرق بين النشر الالكتروني والنشر الورقي.
الجريمة واحدة، ما احناش عايزين نضطر أبدا. إذا كان اللي بيعمل كده حد من الأطراف الأخرى بهدف إنه يلبسنا قضية مفهومة ومكشوفة، لأنه ده سلوك لا يمكن إن احنا على المستوى المهني نرتكبه، ولا خطأ قانوني نقدر أبدا نمتد إليه. لكن لو ده جمهور الأهلي هيعز علينا إن احنا فعلا نضطر لاستخدام القانون أو نضطر للشكوى. محتاجين نظبط المصطلحات. لو حد من جمهور الأهلي، مش جمهور الأهلي، ما احنا اتفقنا إن الجمهور ده معنى كبير قوي، مش كل بالزبط. واحد يقول أنا الجمهور. لو أي حد من جمهور الأهلي لو اللي بيعمل كده حد من جمهور الأهلي على سبيل عشان يثبت يعني إن هو بارع ويقدر يكتب عناوين ويقدر يعمل تصميم غلاف ويقدر يصمم أو يعمل إفيه، لا ما احنا قلنا برضه استاذ ابراهيم على مبدا التحفيل. يا جماعه والله العظيم هذه شرور. هذه شرور. احنا البني ادمين المفروض اطيب من كده بكتير. ما تسيبش مشاعرك ده اللي يكلمك في التليفون يشتمك ويقفل. كسبت ايه؟ ايه يعني؟ كلام تافه جدا، واللي بيزقك عليه اتفه منك. فيعني هي دي القصه. ده شر شر، ما يصحش. حتى لو بتعمل من باب الهزار او التحفيل، كفايه بقى يا جماعه حته التحفيل دي لا تليق بالرياضه. خش في اللي انت عايزه بقى. نتمنى انه هذا العبث يتوقف، لانه كده فعلا امر لا يليق. كمان الزملاء في الاعداد بيقولوا لي البوابه نيوز منزله خبر انه اتحاد الكره تلقى اختارا يفيد بتاجيل مباراه القمه لاجل غير مسمى. طب ما احنا اتاكد بقى. ده خبر مضروب ولا مظبوط؟ لا ده غير حاجات، ده خبر ولا فوتوشوب؟ لكنه يعني فعلا مساله غريبه جدا. اتحاد الكره كان اتكلم على انضباط المسابقه، رئيس نادي الزمالك اتكلم بوضوح عن رغبته في تاجيل المباراه. ما نعرفش ايه المساله. واكتر من موقع، يمكن موقع الوطن وموقع البابا نيوز، كلهم بيتكلموا على انه اتحاد الكره تلقى ما يفيد هذا التاجيل، والاهرام وهكذا. هل فعلا اتحاد الكره تلقى ما يفيد ده؟ هل بالشكل ده عايزين الاجابه دلوقتي واحنا على الهواء لو سمحتوا؟ هل بالشكل ده هنحافظ على استقرار المسابقه وانضباط الجدول، ولا اي طرف يضغط ويحقق الهدف المطلوب؟ هو ممكن الاتصال باستاذ عمرو جنايني، مش ضروري بمداخله. حد يتيقن من الخبر بس، حد يتقن لنا من الخبر. هو في كل الاحوال لقاء القمه هيتلعب من غير جمهور، فلو هيتلعب في برج العرب وبدون جمهور هو ده الافضل للمسابقه. للمسابقه احنا ما صدقنا، قلنا انه المباراه جايه في توقيت مبكر. اتحاد الكره انت عملت مسطره، قلنا لازم تتنفذ على الاهلي قبل اي حد. استغفر الله. قلت في ثلاث ايام قبل المباريات، قبل ليك ثلاث ايام سماح قبل المباريات الافريقيه داخليا، واربعه في المباريات الخارجيه. الاهلي نفذها في الدور اللي فات، ومطلوب فعلا تعميمها على الجميع. حتى المنابر بتاعه الطرف الاخر نادي الزمالك طلعوا قالوا ها ها ها، ده اهو شفتوا بقى، ده عملية كمين. الزمالك مش عايز تأجيل، بس هو عشان يعلم على اللي هيعمل التأجيل، عشان ما حدش يطلب تأجيل بعد كده. طب هل فعلا ده يكون بقى ان في تأجيل؟ خاصة الدوري هيقف بعد الاسبوع الخامس، هيقف فترة طويلة علشان تصفيات كأس الأمم الأفريقية. يعني ده اللي منشور دلوقتي في الوطن ومنشور في البوابة نيوز الآن. الامن يطالب اتحاد الكره بتاجيل مباراه الاهلي والزمالك، والوطن مصدر امني ندرس تاجيل مباراه القمه بين الاهلي والزمالك. اذا كانت المساله امنيا في ما يخص حضور الجماهير، لا، الاهلي والزمالك ممكن يلعبوا من غير جمهور وفي برج العرب، عشان المسابقه تنتظم، عشان اتحاد الكره ينفذ جدوله، عشان الانديه تحترم هذه المواعيد، علشان نقدر ننفذ فكره انه الاهلي والزمالك في موعد مبكر. الحلم يصعب تحقيقه يعني كلنا ما بنسمع الكلام ده ان بنرجع تاني نقول طب امال ايه بقى؟ يبقى لا جديد.
مش عارف اعلق على الخبر لانه هو مش مؤكد. في انتظار ما يصدر رسميا عن اتحاد الكوره المطالب باحترام واللي هنواجه تعثرات، هنواجه تحديات، هنواجه صعوبات، بس يا ريت ونخلص منها بدري قبل الدنيا ما تلتهب لاجل احترام الجدول. نتمنى. دكتور عبد المنعم عماره رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه السابق، واحد من القيادات الرياضيه الكبيره، واحد كمان من القيادات المحليه له تاريخ سياسي الكل يعرفه، في مقاله له النهارده في مصر اليوم يتحدث عن نجم الأهلي القادم، فيها بعض المعاني المهمة يمكن من المناسب ان احنا نمر عليها. بيقول الدكتور عبد المنعم عمارة: هل مصر بلد الأساطير؟ نعم، تاريخنا القديم يقول ذلك. أهم وأجمل أسطورة مصرية هي أسطورة إيزيس وأوزوريس. نعم، نحب كل ما هو أسطورة أو ريحة أسطورة. خد عندك القصص التي تغنى على الربابة، ما كان يفعله الراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودي وأسطورة أبو زيد الهلالي. ولأن الأهلي، ده كلام للدكتور عبد المنعم عمارة، الراجل اللي كان محافظ الإسماعيلية، وزير الشباب والرياضة، راجل يعني كتير حتى كان من الأهلوية بيزعلوا من مواقفه، لكنه كلامه على النادي الأهلي نقف عنده. بيقول: ولأن الأهلي نادي مصري شديد المصرية، نقول الخاصية المصرية، وهي خلق الأساطير وحبها. لو تابعت تاريخ النادي الأهلي الكروي ستجد ذلك بدأوا بمختار التتش وصالح سليم والخطيب، أصبحوا أسطورة عند جماهير النادي الأهلي، وما زالوا حتى الآن لدى كل الأجيال صغيرها وكبيرها. ويبدو أنهم منذ الخطيب وطاهر أبو زيد ومصطفى عبده وزيزو وغيرهم لم يأتي نجم أسطوري، بل نجوم فعلا، ولكن ليسوا أساطير، والذين لابد أن يكونوا من أبناء النادي الأهلي. أبو تريكة لا يصلح، وعبد الله السعيد لا ينفع. لا، الاثنين طبعا ليهم قيمتهم. ظني الآن في الفترة الأخيرة يمكن أن يكون الشخص المناسب ليقدمه النادي الأهلي، أو بمعنى أصح
يعده هو الشاب النجم رمضان صبحي ابن النادي بعد تألقه. ويتبقى السؤال للأهلوية، هل يصلح رمضان صبحي أم أن هناك لاعبا جديدا تقدمونه؟ عاوزين نجم أسطورة زي صالح سليم والخطيب. وبيقول الدكتور عمارة في آخر مقالته: اللاعب أفشى لاعب موهوب، الكل يجمع على ذلك. ملاحظة أرجو ألا تضايقه، يا ريت يتخلص من اسم أفشى. لا ده موضوع ما ملوش ربط، ده اسم مش حلو، لا يساير القرن 21. طيب هو يرى أن رمضان يمكن أن يكون النجم الكبير، في الوسامة وفي القوة وفي الإخلاص وفي المهارة وفي القبول، إذا استمر مع النادي الأهلي ليه لا. لكن أيضا مؤكد أن واحد حسام غالي هو يعني لو خد فرصته الإدارية زي بقية الأساطير اللي ذكرها، وخلي بالك أساطير التتش وصالح سليم وحسن حمدي والخطيب اكتملت بالإدارة بعملهم الإداري وتفوقهم وما قدموه بالظبط من قيمة وقدوة في هذا المجال. أيوة. فاكتمل الفن مع ولذلك هو ما قدرش يحط بعديهم حد. ليه؟ لأن دقة أساطير اللي جه بعد كده أساطير فنية. لكن لما تيجي تقول رمز من الرموز ولا اللي اتبنى عليه مواقف في النادي الأهلي وقرارات وحاجات يذكرها التاريخ، لا هم الأربعة دول وقبليهم جعفر باشوالي وقبليهم طلعت حرب وقبليهم طبعا عمر لطفي وقبليهم طبعا. لكن انا بتكلم ان لو حسام غالي كمل في الاداره ورجع بيته وقدم الاداء اللي فيه ما هو برضه خلي بالك عايزين نفرق بين حاجتين، انك انت تبقى متمسك بالقيم انك تبقى شديد الصرامه عنيف في الاداره. يعني فايلر الناس كلها مبسوطه منه ليه؟ لان بيقول لك قوي جدا جدا وصارم جدا ولكن مفيش عنف، مفيش عنف، بس تشيل هم كلمته. واخد بالك؟ هو كل الاساطير اللي بينجحوا بيبقوا من هذه الشاكله يعني. وعلى فكره كلما نجح احد في تقديم قدوه واسطوره كلما كان اسهل في قياده المجتمعات والأماكن والشباب. لأن عندما تعلقوا بصورة ذهنية سليمة وصحية بيروحوا للصح. ما أحوجنا إلى القدوة الآن. نتمنى. بحب أنا أوي رشاقة أسلوب دكتور عمارة. دكتور عمارة بيوحشني كتاباته، وخلي بالك رغم أنه هو إسماعيلي ويعني كان بيجدنا، لكن الحقيقة عندما يتحدث عن الأهلي أو يكتب عنه في أي مناسبة بتقدير. الاحترام والتقدير الشديد جدا والاعتراف بالحق، لأنه لمس ده طبعا في تجاربه يعني. الإدارية الكبيرة نبعت له تحية من هنا. صحيح. طيب الوطن كمان النهاردة فيها، أو يمكن مش الوطن كمان، الأهرام فيها موضوع مهم جدا أسمع رأيك فيه. الأهلي يحذر الوكلاء من التفاوض غير المشروع مع لاعبيه في فترة الحماية. وبيقول الأهرام: صالح يرتبط بتعاقد ممتد، أزارو لن يرحل، فايلر متمسك بوجود فتحي. إيه حكاية الوكلاء وفترة الحماية؟ هو الحقيقة ودي إشكالية جامدة جدا في الإعلام وخصوصا الإعلام الذي يبدأ من السوشيال ميديا. صفحات التواصل الاجتماعي بقت هي مصدر الخبر اللي بيجري الجميع حتى يناقش اعلاميا في شاشات التلفزيون كانه الحقيقه. ايوه. يعني النقل الان اصبح البدايه بتكون دايما في وسائل التواصل الاجتماعي. الموال بتاع كهربا واللي اتفتل منه عده مواقف. وبدات طيب انتوا هتعملوا كده وان كنتوا جدعان تعملوا كده، طب احنا هناخد. وبدا الكلام في تصدير المشهد ان احنا هناخد 7 لعيبه من النادي الاهلي، 3 لعيبه من النادي الاهلي، قاعدين مع فلان، كل ما يحصل مشكله مع لعيب او يغيب عن الملعب شويه يبقى هيمشي. فاولا قبل الكلام ده طلع صالح جمعه قال انا راجل اهلاوي في مصر مش هلعب غير للاهلي، بيقفل السكه بدري بدري. حتى اللي بيتصل بيا بقول له هذا الكلام، من فضلكم ما تحاولوش معايا. أزارو برضه انتهزوا فرصه انه متعور، لا ده جاي له عروض
وعروض جامده جدا. ها و يعني كابتن ايه بوجود واحمد فتحي برضو في فتره ما. النهارده كابتن احمد فتحي مكانه في النادي الاهلي اتاح له العوده للمنتخب الى المنتخب كابتن المنتخب. فكل المشاكل بتيجي الايام تثبت ان مفيش مشاكل. النادي الاهلي بقى بالتصريح ده بيحب يعني ايه ان يبتدي صح، ابتدي من عند الوكلاء اللي هم دلوقتي اصبحوا بيستخدموا في تاكيد الخبر او نفيه. خلي بالكوا اي حد هيتفاوض في فتره الحمايه، ايه فتره الحمايه؟ اللي هي الوقت الغير مسموح فيه بالتفاوض، بيبقى اسمها فتره حمايه. حمايه مين؟ حمايه عقد اللاعب مع ناديه. في فترات مسموح بيها وليها سيكونس، ليها اجراءات. فيعني اتمنى ان الرساله تكون وصلت وهي مهمه جدا جدا. ايضا الخبر فيه رساله طمانينه لجمهور الاهلي، مش هنسيب حد. والطمأنينة لجمهور الأهلي على مباراة القمة. لسه الزملاء في الإعداد بيبلغوني إنه موقع كورة ناشر للأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكورة تأكيده على إنه اتحاد الكورة لم يتلقى أي مكتبات لسه أو أي اختارات من الأمن بشأن تأجيل مباراة القمة. قلت لك أنا إيه بقى؟ خدت أنا الخبر بحذر. وقال إن هو مندهش كاتحاد كورة، مندهش من تنامي هذه الأنباء في كثير من المواقع، رغم ان الاتحاد لم يتلقى ما اي شيء. بنشره من بعض يا استاذ ابراهيم. واحد يقول كلمه وخلي بالك الفتره الجايه يعني. ولذلك يعني انا طبعا مدرك ان الكابتن جمال غندور الترقيصه اللي فاتت بتاعه الحكم الالماني عجبته، هيفضل يرقص ويشمس فينا ويدوخنا ومش لاقيين تحكيم، وانا متاكد ان هو هيعرف يجيب حد كويس، قائم تحكيم باذن الله كويس يليق بالمباراة ويليق بالتوجه الاتحاد ويليق به هو نفسه الكابتن الغندور، اللي يعني عندما يتصدى لعمل يعمله صح. طيب على ذكر الوكلاء والمفاوضات والصفقات والدوشة، الكابتن شوبير سأل الكابتن أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي عن حكاية حسين الشحات وصفقته، لأنه كمان فوجئ أمير توفيق بأنه المبلغ غير طبيعي جدا. نشوف أمير توفيق في تعليقه على صفقة حسين الشحات وقيمتها. الناس اتخضت لما سمعت رقم حسين الشحات 150 مليون دولار جنيه. 150 مليون دولار الأول بدأت ب 100 مليون وبعدين ب 110 وبعدين ب 120 وفي الاخر قال لك 150 مليون دولار. ممكن تقول لنا الحقيقه في صفقه حسين الشحات؟ هو الرقم اصلا اقل من نص الرقم ده. ده الرقم ده مش موجود اصلا، مش ما حصلش خالص، زيرو يعني. تمام، ده كلها كلام اتقال في الاعلام ويعني اتقال بشكل معين بس مش صح خالص. تمام. صفقه حسين الشحات كلفت الاهلي كام؟ كلفت الاهلي كام؟ 5 مليون دولار. انا متاسف، انا قلت 150 مليون دولار. 150 مليون جنيه، 5 مليون دولار. 80 مليون جنيه. 80 مليون جنيه. ده الحقيقي بتاع حسين الشحات، وهو اتنازل عن رقم كبير فعلا، كبير جدا والله. اتنازل وفره يعني 5 اللي هو اتنازل بيه، فاهم قصدي؟ يعني اتنازل بيه، يعني هو اتنازل عن ارقام ما شاء الله. لا يعني كانت ممكن تبقى مثلا 7. لا يعني هو احنا ما دفعنا، يعني احنا ما دفعناش الرقم ده بالكامل. هو حسين اتنازل عن، انت ما دفعش الخمسه بالكامل؟ يعني حسين اتنازل يعني عن حاجات معينه، وفر لنا اشكال معينه، وكان في يعني في قصه كده خمسة يعني. بيبقى فيهم حسين؟ حسين وفي حاجات تانية برضه اتنازل عنها برضه. لا يعني 5 مليون دولار نادي العين وحسين الشحات، ولا هو عقده حاجه تانية؟ لا عقده حاجه تانية. لا انا بتكلم على الديل بتاع نادي العين. حسين اتنازل عن ارقام كبيره جدا جدا. وده اللي خلانا ان هو، لا الولد هو عايز يجي نادي الاهلي. وقتها مش انا طبعا كل نقول الكلام ده يقول لك ان احنا بنزايد ان بحب لعيبه نادي الاهلي. بس الواقع ان ده اللي حصل فعلا، ان حسين اتعرض عليه ارقام كبيره جدا من منافسين النادي الاهلي. فعلا ارقام كبيره جدا، اكتر من ده. مش شرط يكون جوه مصر، ممكن بره مصر برضه. تمام. بس هو رفض. اهلي قال لهم العين والاهلي، وناس العين في العين هناك بصراحه كانوا محترمين جدا جدا جدا. وكانوا قدروا موقف حسين وقال خلاص اوكي مالهاش مشكله خالص، لو نادي الاهلي خلاص، مع انهم برضه جالهم عروض اعلى من كده بكتير. يا سلام. والله بس احتراما لحسين واللي قدمه وافقوا انه يجي النادي. بالظبط.
مبسوط ان حسين بيتألق دلوقتي؟ هو جميل ويستاهل. هو حسين من الناس المحترمه جدا ولاعيب كويس قوي ان شاء الله. شوفوا الفيديو ده فيه حاجتين، في تصحيح رقم لانه كله صفقه حسين الشحات كل واحد بيقول عليها رقم، فكويس انه المهندس عادل قبل كده اتك على ديت بوضوح شديد جدا، والكابتن شوبير حتى الرقم كان ملتبس عليه، امير قال له لا هي 5 مليون دولار، لكن ايضا تضحيه حسين الشحات انه تنازل عن مبلغ كبير جدا جدا عشان يجي النادي الاهلي. الناس لازم تعرف حجم التضحيه. لا ما احنا قلنا في وقتها في اثناء التفاوض نفسه هو كل ما كان تتعثر، هم كانوا عايزين 8 مليون في البدايه واحنا عرضنا 3 كانوا عايزين 8 مليون دولار وبعدين لما وقفنا لحد 4 والدنيا تربست شويه فهو قال انا ليه مكافئاتي عندكم بتاعت كاس العالم للانديه، وكان مبلغ قديم كده وبتاع مش عايزها، بيقول لهم يعني مش عايزها. كان كام؟ بتزيد عن نص مليون دولار بشويه يعني تزيد عن نص مليون دولار اعتقد يعني ده اللي سمعته انا انا ما اقدرش اخش قوي في في اللي لكن اللي هو قال لهم كده بالظبط الفلوس اللي عندك. لان انا كنت بتواصل معاه لما اتعثرت قال لي يا كابتن عدلي يعني انا يعني اذا كانوا هم عايزين زياده انا هقول لهم انا مش عايز منكم حاجه. تنازل عن النص مليون دولار أو ولا 700 الف دولار علشان اللحظه دي، عشان اللحظه دي عشان يخش النادي الاهلي حسين الشحات. احنا لما وقفنا وتربشنا عند 4 لما لقينا موقفه ده لا يمكن واحد زي ده تتنازل عنه. صحيح صحيح. ويعني اتبحبحت الامور بعد كده ووصلنا للخمسه. فانا بقول ان يعني حسين يستحق لاخلاصه لقيمته الفنيه واحنا خدناه في لحظه التوهج بعد كاس العالم وبيلعب فاينل كاس العالم فهي الظرف بتاعه هو اللي خلى الصفقه توصل. لكن بالتاكيد اذا كنا بنتكلم برضه على الاساطير عنده فرصه، عنده فرصه انه يبقى حاجه من كبيره طبعا، لانه شوف اداؤه دلوقتي بقى عامل ازاي، شوف اداؤه النهارده في المنتخب نضج ورؤيه وسلاسه وقرار سليم في توقيت سليم المخلصين يعني كتار. وليد سليمان شوف عمل ايه، وليد سليمان شوف عمل ايه يعني ضحى كتير طبعاً. وتحمل كتير وتمسك بالاهلي برغم كل الظروف. هي دي اللعيبه اللي جمهور الاهلي بيشيلها في نين العين بجد. وحسام عاشور لا واكرامي كله يعني مش الحياة. مش بنحصر بالزبط. يا شبابنا والله كل من اخلص للنادي الاهلي يستحق كل يستحق وكمان يكون بطل كمان يا سلام جواه يبقى طبعا بيتحط فوق الدماغ. وبيبقى حتى اللي جه للاهلي من بره وارتبط بيه فتره قليله لكن عنده كل هذا الشعور وهذه المشاعر والقيمه والتقدير للاهلي بتبقى ليها معنى كبير جدا. ده كلهم الحمد لله كده. فكل اللي جه للاهلي من بره شوفوا درجه انتمائه ودرجه حبه ودرجه تمسكه بالاهلي عامله ازاي. شوفوا واحد زي شريف عبد الفضيل استوقفني حوار له النهارده في جريده الوطن، كلام له معنى فعلا. بيتكلم على الاهلي وعلى علاقته بيه وبيتكلم حتى على وضعيه الاهلي الحاليه. عناوينه في الوطن: المنافسه على الدوري ستكون بين ثلاثي القمه بالموسم الماضي الاهلي. بيقول الاهلي يسير في طريق البطولات مع فايلر. الزملكاويه بالغوا في مدح ميتشو ومنحوه اكبر من حجمه. مشكله محمد صلاح ازمه بدون لازمه. بركات سينجح في مهمته. يجب فتح صفحه جديده بين الجميع. اتكلم على اكتر من حاجه حتى عن فايلر. قال لك هل تعتقد انه فايلر يقدر يستعيد بطوله افريقيا؟ قال لك ولما لا، مدرب جيد جدا، الظروف ساعدته كتير بالفوز في ادغال افريقيا، حصد السوبر على حساب الزمالك. الاهلي دائما نادي يختلف عن كل الانديه في مصر، عقيدته هي البطولات، لا يمر موسم دون ان يتوج ببطوله او اثنتين، وهناك مواسم يجمع فيها اغلب البطولات، وذلك يعود للإدارة القوية على مر الأجيال واللاعبون المميزون الذين يتعاقد معهم. أيضا سئل عن قطاع الناشئين، قال تجربة مهمة للغاية بالنسبة لي في بداية مشواري. قال بالفعل قطاع الناشئين في الأهلي هو أحد قطاعات الناشئين الأهم في مصر في إخراج الموهوبين. الفترة الأخيرة بتؤكد صحة كلامي. خرج من قطاع الناشئين العديد من النجوم وعدد عدد كتير منهم. المجلس الإدارة
بيقول القطاع اهتمام كبير، كما ان كابتن محمود الخطيب رئيس النادي حريص جدا على متابعه الموهوبين واكتشاف مواهبهم وتقديمهم في ظل الارتفاع الجنوني لاسعار بي. شريف عبد الفضيل لا يمكن حتى سئل عن لقاء القمه يوم السبت، قال اتوقع بنسبه كبيره الاهلي الفوز باذن الله، الزمالك لديه فرصه في حاله عدم تاثر اللاعبين بمباراه السوبر. لا هو يعني راجل اعرب اكثر من مره عن تقديره باجمل العبارات للنادي الاهلي وسعادته بالتواجد داخل النادي الاهلي، وهو صريح وهو لا مش يعني تشعر انك انت مصدقه. يعني الكلام يعني ببساطه ما بيحبش يتكلم والكلام محدد دبلوماسي، يعني ما فيش تحس بان الكلمه يمكن تاخدها بمعنيين ولا. افكرك بلقائه مع الكابتن سيف زاهر، اتكلم على الاهلي والزمالك واتكلم بوضوح شديد. ليه رحت الاهلي ما رحتش الزمالك؟ مين مجنون ما يروحش الاهلي؟ مين مجنون ما يروحش الزمالك؟ انا ما انا انا مجنون عمري ابقى مجنون لو رحت الزمالك طبعا. ليه؟ انا هربت من نادي الزمالك. ليه؟ وعمري ما ندمت لحظه ان انا رحت النادي الاهلي. بس نادي الزمالك نادي كبير. كبير طبعا. بس لما تيجي تقارنه بالنادي الاهلي، لا النادي الاهلي الاثنين يعني الاهلي والزمالك. انت بالنسبه لك انت بالنسبه لي انا النادي الاهلي نمره واحد في افريقيا وفي الوطن العربي وفي وترتيبه عالميا. وغير كده مين ما يحبش نادي، مين ما يروحش نادي؟ لا احنا ما نقولش مين يحبه ومين يكره. بص السيف انت حضرتك تحب، انت لازم طبيعي 50-50 يعني. بالنسبه لي انا لا انا بالنسبه لي فعلا الاثنين كيانين كبار. طبيعي نادي الزمالك نادي كبير ونادي عريق ما بقللش منه اطلاقا، انما انت بتكلمني انا اختيار، انا ساعتها في الوقت ده انا كان اختياري كله النادي الاهلي. مين مضاك في الاهلي؟ مضاني في الاهلي كابتن عادل القيعي والحاج محمد عبد الوهاب والاستاذ محمد يوسف وكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب طبعا اخدت اللي طبعًا. انت عايزه ولا دخول الكابتن الخطيب فرق في القصه؟ كابتن الخطيب اصلا لما جه كلمني في التليفون اقسم بالله مضينا في 5 دقائق. اقسم لك بالله في 5 دقائق كنا مضينا على بياض ومشينا. قلت له يا كابتن نادي الزمالك كان جاي ورايا بشنطه ثانيه، شنطه فلوس ضعف اللي ما كنت عايز. قلت له لا خلاص هو الاهلي. لا ده ما هو ملحمه موضوع شريف عبد الفضيل طبعا ملحمه وحكيناها قبل كده يعني. انما هو بيقول لك انا عمري ما ندمت وتقدير النادي الاهلي ويعني مين مجنون ما يروحش الاهلي. فسيف بيقول له مين مجنون ما يروحش الزمالك؟ قال انا مجنون. لا هي فكره بس هو جاب كويس في الحته دي. قال الزمالك نادي كبير. قال لا قال الزمالك نادي كبير بس انا اختياري ساعتها اروح الاهلي. انا عايز اروح الاهلي. وهو لما جه الاهلي الحقيقه كان بيبذل غايه الجهد يعني، والناس هتفضل فاكره له الجون اللي جابه في الزمالك الرائع، القذيفه بعيده القذيفه المدويه. والجون الثالث اللي جابه ابو تريكه برضه هو شوطه جامده حولها ابو تريكه وهي ماشيه في الجون. وإينو قال نفس الكلام وهاني العجيزي قال نفس الكلام وحتى طارق السعيد بطريقة أخرى مش بالوضوح ده قال هذا الكلام. العجيزي قال أكتر من هذا الكلام. لا ده العجيزي قال لك كانوا بيكرهونا في الأهلي لكن لما رحت لقيت لا ما إيه حدش يكره الأهلي أبدا. إيه ده صحيح. مع أنه قعد سنتين ولا ثلاثة يعني ما عادش حظ وحش، كان الفريق زحمة في الفريق زحمة جدا طبعا. طيب من بره مصر كمان علي معلول سئل من مراسل تونسي عن علاقته بالأهلي فقال كلام مهم نسمعه ونركز فيه كمان. انت احكي لي احكي لي على روحك، شوفوك العام الجاي انا حالت معاك ان شاء الله اخويا ان شاء الله ان شاء الله. انا جاتني برشا عروض حتى في البريود الاخرانيه لكن انا علاقتي به هي علاقه كبيره مع النادي الاهلي، علاقتي كبيره سيرتو مع الجمهور نتاعهم، دونك صعيب برشا باش نمشي من غادي في الوقت الحالي. احكينا فما سر في النادي الاهلي اللي يعمل يمشي غادي يقعد معك. فما تحكي على جمعيه كبيره، تحكي على جمعيه كلاسي حتى خير من جمعيات من الاوروب. دونك الاهلي جمعيه كبيره اللي تخليك فما برشا حاجات اللي تخليك تبدا موجود غادي. هترجم لك انا بقى. ترجم. هو الاخوه في تونس هي جمعيه يقصد نادي. نادي يعني فالاهلي جمعيه كبيره زي اي جمعيه في اوروبا. مؤسسه رياضيه حتى الاتحاد بيسموه جمعيه. بالظبط بل يفوق جمعيات كثيره في اوروبا. انا موجود في الاهلي.
ما حدش يسالني ان انا عايز اروح حته بره، اروح حته بره ليه وانا موجود في مكان انا سعيد فيه وهفضل موجود فيه للاخر. وده كلام بالذات من علي معلول مهم جدا، لان في اول سنه وفي ثاني سنه كمان كان في حرص شديد ان معلول زهقان ومعلول عايز يمشي معلول، ويجي ميعاد التجديد يروح مجدد ويدي لك بهذا العطاء وهذا التفوق وهذا التميز. وبعدين هو بيكلم مين؟ ده بيكلم اعلام في تونس مش هنا في مصر. ممكن يعني تبقى في ريحه مجامله. لا، الراجل يعيش حقبه سعيده واحنا سعداء بيه. علشان كده هي دي قيمه الاهلي. خلاصه الليله، اللي بيجي للاهلي من بره عارف قيمه الاهلي، اللي بينتسب للاهلي وينتمي اليه قيمه الاهلي هي اللي بتخليه يتمسك بيه. وطول ما قيمه الاهلي جمهور الاهلي محافظ عليها بالقيمه ده والنقاء ده، هيفضل دايما وابدا الاهلي القوه الجاذبه، القوه فعلا اللي اي حد يبقى حريص وممتن وفخور انه ينتسب اليها او ينتمي ليها. لذلك برضو عايز اظل الح على البعض اللي بيحب ساعات يبان يقول رايه عمال على بطال في اللعيبه. يعني انت اهم حاجه تعملها يا اهلاوي اللي بتحب ناديك، ادي الثقه للاداره وللعيبه وقف في ظهرهم. اما اللي بيحصل وطريقه اتخاذ القرار دي مش بتاعتك. ايوه مش بتاعتك، والا الدنيا تبقى فوضى. لان هنسمع كلامك ولا كلام زميلك ولا كلام زميلك الثالث ولا زي كلام زميلك الرابع ولا حد عامل نفسه اهلاوي، الدنيا تبوظ. صحيح. فخلي ثقتك اللي ما في الاهلي اللي عمره ما خذلك، حتى لما يبقى فيه كبوه هم عارفين هيطلعوا منها ازاي. الاداره عنده من الخبرات، عارفين وبيشتغلوا. أيوه. وبتوجه ما لهمش مصلحه الا حضراتكم. يعني فعلا الاهلي يسعد جماهيره، ده التارجت، ده الهدف، لكن يدار من داخله مش من خارجه. خليك واقف جنب اللعيبه، لان ساعات كده كل واحد يدافع على اللعيب في المطلق، يبتدي ينبط على لعيب تاني كل ما يضيع فرصه. لا، خليك اشعرهم بالحب. انا هقول لك على مسؤوليتنا احنا تجاه الجمهور اللي احنا لازم نعمله، وهقول لك على الفكره بعد شويه. لكنه انت شفت الاسبوع اللي فات في حفل تكريم النادي الاهلي، كابتن الخطيب في كلمته قال ان احنا لن نتدنى ولن نستدرج، لانه لو وصلنا لكده هنكون بنتجاوز او بنمس قيمه الاهلي. قيمه الاهلي اللي لازم تصان هي ازاي يتصرف صح، ازاي يتصرف بمسؤوليه وبقوه، بس قوه المسؤوليه ومسؤوليه القوه مع بعض. دي لفتت نظرنا الى فيديو للكابتن الخطيب، ودي برضو فكره ازاي تقدر تحافظ على قيمه السلوك الرياضي لما يكون فعلا انت عندك هذا النصح المبكر من صغره. الكابتن محمود الخطيب بيتكلم عن نصيحه والده له وهو لاعب، نفكركم بيها. في واحد كان الحقيقه ابتدى يعني من الفريق اللي كنت بيلعب ضدي، يعني ابتدى يعني بيشتمني في شتيمه بقى بألفاظ انا يعني كانت بالنسبه لي صعبه شويه. فالمهم رجعت البيت متضايق جدا، فجيب بابايا بقى الوالد جه بالليل مالكو وبتاع، المهم عارف القصه يعني. خدني جوه وقفل عليا، وكان دايما بيحب ينصح حد فينا بياخده كده لوحده ويتكلم معاه. فالمهم خدني بقى وقال لي محمود انا عايزك لما حاسس انا متضايق وبفكر ان انا تاني يوم، قلت لاختي يعني ان انا تاني يوم اروح اتخانق معاه. فقال لي يعني يا محمود انا عايز اديك نصيحه يا ابني، كل باخلاقه، فانت النهارده باخلاقك انت مش باخلاق الراجل يعني، حتى يعني مش مظبط، انت ليك اخلاق معينه، فانت تتعامل باخلاقك انت مش باخلاق الانسان اللي ممكن يتعدى عليك حاجه، فانت خليك انت باسلوبك انت بشخصيتك انت بتربيتك انت احسن. فده يمكن الحقيقه يمكن من الحاجات اللي خلتني لغايه النهارده يعني الحمد لله رب العالمين ما بعرفش حتى اقول كلمه يعني خارجه. نصيحه بسيطه لكن في الجول، كل واحد باخلاقه، لان ببساطه كل اناء ينضح بما فيه. يعني ايه؟ يعني انت اللي جوه هذا الاناء هو اللي هيطلع براه.
مش هيبقى. فانت لما يكون محتواك الصح مش هتغلط. طب التاني لا يجيد الا الشتيمه، هتعمل ايه يعني؟ يعني بص الفيديو ده كابتن خطيب تقريبا من اكتر من 10 15 سنه تقريبا. ايوه بس هو نفذ النصيحه. انا عمري ما شفته بيشتم. عمري في لحظه ضيق حتى. صحيح. ولا عمري سمعته بيتكلم على حد. صحيح صحيح. يعني هو يبتسم ابتسامات ذات معنى كبير يعني. فانا عايز اقول للناس كلها، واحنا هنا ملتزمين بهذا الكلام، وعشان كده انا كنت في البدايه في لما يعني قلت لك حبيت يعني اخد المود بفلسفه تفيدني، يعني قلت لك هذا الكلام، قلت لك هو احنا اللي عشناه طول عمرنا نبنيه في شخصيتنا ونقوله لاولادنا ونحرص على اسامينا فيه، هنهده عشان واحد بيجرح فينا ولا بيغيظنا عشان نغيظه؟ لا 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 لا، كله باخلاقه، كله باخلاقه، كل وفي الاخر والله انت اللي بتكسب طبعا. اللي بيتمسك بالصح وبالاخلاق هو اللي بيكسب. ده بتحضرني مقوله انه سيدنا عيسى على نبينا عليه السلام يقول لك كان ماشي مع الحواريين فبيقول لحد خيرا، قال له شرا، قال له خيرا، قال له شرا، فحواريه قالوا له لسيدنا عيسى الراجل حريص انه يقول لك شرا وانت عمال تقول له خيرا، فقال الجمله ديت كل ينفق مما عنده. ايوه ينفق مما انا عندي خير يبلغ. انا عندي خير بنفق الخير. ايوه هو عنده شر بينفق الشر، اللي هي الترجمه الشعبيه كل اناء ينضح بما فيه. اذا لم يكن الانسان شرير قوي قوي لدرجه ال 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 يعني انت ممكن تبقى شرير لدرجه انك حتى في الحيوان ممكن يبقى احسن منك. لان الحيوان ما بيبقاش شرير الا لما يجوع. انما التطوع بالشر ان يبقى منهج حياه، وانك انت تغرق اللي حواليك بيه تعيشه في هذا لا، خليك انت باللي جواك انت هتكسفه في الاخر، مش حتى لو ما كسفتوش هتؤثر في اللي حواليه اللي هم منبهرين بيه، هيبتدوا يقتنعوا باسلوبك لانك ما شافوش منك الخير. الخير بيكسب. ما شافوش منك حاجه تستدعي ان هم يعني هو بيزق مثلا حد يشتمك في تليفون ولا يلقى عليك كلمه ولا برساله ولا، طب انت بترد بترفع بمسؤوليه يعني مش عايز تبين قوي انك انت كمان ثقافتك كده. ما هو احنا ما كله ينفق مما عنده بس. فأرجو ان احنا يا جماعه والله صدقوني لا التحفيل كويس ولا الشتيمه كويسه ولا الاستدراج للغلط والتجاوز كويس ولا السعي للانتقام كويس. الانتقام انك تفضل مترفع وهو متضايق منك عشان انت مترفع. حافظ على قيمتك، وكل ما تحافظ على قيمتك كل ما بتضايق اللي قدامك. اللي جاي يستفزك ده لو لم تستفز يبقى حقيقه فشل، يبقى فشل. صحيح. طيب قيمه الاهلي مستمده منين؟ جذوره التاريخيه، طبيعه نشاته، عظمه رموزه، وصدق توجهاته تاريخيا. انتوا بتتكلموا في نادي نشا في احضان الحركه الوطنيه، وهنا انا بعيد واكرر كل الانديه المصريه الشقيقه وطنيه. الوطنيه مش صك ولا ختم خدوا النادي الاهلي واحتكروا، لا، كل مؤسسه رياضيه في مصر عندها دور وطني وعندها دور مجتمعي وعليها مسؤوليات وعليها التزامات ولازم تقوم بيها ولازم تحاسب على ده، على مدى اطلاعها بمهام دورها في خدمه مجتمعها، دورها في الحفاظ على القيم الرياضيه اللي نشات بسببها، دورها في ان هي تقدم نموذج وقدوه للاجيال والكل محبيها. في زرع الحب، الكل في زرع الحب مش الكره، في زرع الحب وزرع الانضباط، زرع القيم الانتماء. ده دول عظماء النادي الاهلي، دول عظماء النادي الاهلي. ده اول جلسه لمجلس اداره النادي وهو بينشا، واكم من مناسبه ومواقف قلنا لكم على عظمه هؤلاء الرجال والمبادئ اللي اسسوها والقيم الرياضيه اللي دافعوا عليها اللي بتتكرر. الاهلي يوقف حسين حجازي بسبب كذا، الخطيب يرجع لعيب تنس الطاوله من المغرب عشان اساء لسمعه مصر.
الخطيب يحاسب على مدى التزامه بقيم النادي الاهلي، يحاسبه التاريخ، هو وكل من سبقه وكل من ياتي بعده، هو ده دستور النادي الاهلي في الحفاظ على قيم النادي الاهلي. عشان كده لما اي مسؤول يترفع وينضبط ويلتزم ويراعي قيم المجتمع ويراعي مسؤوليته تجاه بلده ويراعي دوره تجاه قاعدة جماهيرية هي الأوسع في منطقة الشرق الأوسط، دي مسؤولية مش سهلة، إن أنا أراعي البعد الجماهيري، أراعي أن أنا بأثر في وجدان وحركة الملايين من الجماهير، منتظرة مني زي دايما أتصرف صح. الكلام ده مش من عندنا على فكرة، الكلام ده من قياسات الرأي العام اللي أنا هقولك عليها وهفكر بيها. هو الأهلي مستمد كل هذه القيمة منين؟ هو النادي الأوسع شعبية، هو النادي الأكثر تتويجا حول العالم. شوفوا الفخر، أنت وفقا لكل القياسات الأجنبية، ودي معلومات مش رأي، ودي معلومات صحيحة. هنفكر تاني لما ألاقي مركز بصيرة لقياسات الرأي العام يقول في آخر دراسة اتعملت ونشرها اليوم السابع، ما نشرتهاش مجلة الأهلي ومش من دلوقتي، ده من 5 سنين فاتوا، من 2014، يقول اليوم السابع نقلا عن تقرير مركز بصيرة انه 72% من المصريين أهلوية، ويقول ان الاستطلاع ان سكان المحافظات الحضرية يشجعون النادي الأهلي في مقابل 28% يشجعون الزمالك، الأهلي 72% في عموم مصر والزمالك 21%، الفئات الأكبر سنا هي الأكثر تشجيعا للنادي الزمالك، يتباين اختلاف تشجيع النادي الأهلي حسب الفئات العمرية، له في كل الفئات. ألاقي هي دي المسؤولية عن قيمة الأهلي، إن أنا في قاعدة جماهيرية كبيرة مرتبطة بالقرار بتاع النادي الأهلي، مرتبطة بالتصرف بتاع مسؤول النادي الأهلي. عشان كده الكابتن الخطيب وهو بيتكلم المرة اللي فاتت احنا بنراعي دورنا المجتمعي ومسؤوليتنا تجاه جمهورنا وتجاه بلدنا، هو ده الانضباط وهو ده الالتزام وهو ده السلوك اللي مش هيتغير بإذن الله. مش بس بصيرة، ألاقي شركة إبسوس واحدة من أهم الشركات العالمية في قياسات الرأي مع نيلسون سبورت وبليند فاير، آخر استطلاع عملوه إمتى؟ في 10 مايو 2017، وقت ما شركة صلة السعودية عملت عقد الرعاية مع النادي الأهلي، طلبت إحصاءات عشان تشوف هي هتدفع فلوس في الهوا ولا هتعمل إيه؟ مين النادي ده اللي أنا هديله 400 مليون ولا 500 مليون وقتها تقريبا، مش كده؟ وده اللي إحنا قلناه قبل كده، إن الرعاية والقيمة التسويقية مش منحة ومش بالحب، دي مسألة بير هيد والله. بالظبط. بير هيد يعني إيه؟ بالراس كده بالبلدي. آه. كام واحد بيشجع وبيقعد يتفرج على الاعلانات دي؟ بالظبط. كم واحد هيشوفني من خلال ارتباطي بهذا الاسم؟ كم واحد؟ هي المسائل مش اشمعنى ولا يا بيه وما ينفعش، لا والاهرام يا بيه والاهرام يا بيه، لا المسائل ارقام وحقائق. فالاقي ابسوس مع نيلسون سبورت وبليند فاير بتقول 40 مليون يشجعون النادي الاهلي في مصر بنسبه 80%، وده الانفوجراف، 50 مليون مشجع كروي في مصر منهم 40 مليون يشجع النادي الاهلي، 62% يمتلكون هواتف ذكيه، 54% رجال وشباب، 43% تقل اعمارهم عن 35 سنه، 34% منهم في الاقاليم، 80% الخلاصه 80% من المصريين اهلاويه. ده ابسوس. علشان وبيقول التقرير اللي نشر وقتها انه شركة صلة الرياضية قامت بالتعاقد مع شركة ابسوس اللي تعد واحدة من اكبر 3 شركات عالمية لبحوث التسويق، عملت في اكتر من 80 بلد في العالم مثل هذه الدراسات، تعاقدت معاها صلة بين فترة تعاقدها مع النادي الاهلي لقياس درجات الانتماء او حجم الجماهير المصرية. كانت النتيجة زي ما قلت لكم في مصر 50 مليون يشجع كرة القدم، المقصود بالمشجع هنا كتعريف هو الذي يهتم بكرة القدم ويتابعها بشغف، مش مجرد جمهور عادي، لا يتسأل، يعني تختار عينة فيتسأل، بتحب الكرة؟ اه. بتتفرج عليها؟ اه. باستمرار؟ اه. يعني ما يفوتكش ماتش؟ اه. كده ما الخمسين مليون دول دي عينة حية، دي عينة نقية وامهات بيعودوا بالظبط. آه يعني. انما في غير الخمسين مليون في ناس
بتتابع الكورة أو مش فارقة معاها أو ممكن تشوف ماتش وماتش لا، لكنه العينة الخصبة، العينة الحية، العينة الحريصة على المتابعة بشغف، إبسوس بتقول أنا بس عايز الأول أنوه على قيمة هذا الإحصاء بالتحديد. دي شركة جاية عايزة تتعاقد بيزنس، ايوه مفيش فيه عواطف، ده ربما يكون في صالحها النسبة تقل. بيزنس مفيهوش فيه عواطف، آه. عايز يعرف لما يجي في البيدنج أو في المزاد يوصل لحد فين من غير مخاطر. ايوه هو هيقعد يعمل مزاد، طب ايه اللي يخليه يوصل ل 200 او 300 او 500 مليون مش 100 مش 100 مليون؟ حجم السوق ايه؟ هو ده حجم السوق عنده، حجم السوق عنده. هو انا سوقي بقى لما اخد النادي الاهلي هيبقى كام؟ قالوا له من 50 مليون 80 مليون يعني 40 مليون. سوق 40 مليون. يعني ده في دول ربع هذا الرقم. الرقم بتعمل بيزنس في الرياضه عالي جدا. فهو مش جاي ياخد رقم يتفشخر بيه. ايوه. لا ده جاي بيبني عليه فلوس هتدفع. بيترجمه لفلوس. فاللي شككك بقى قول له شكرا. قول له ابسوس. اه. ابسوس. اللي شكك لك قول له ابسوس. طيب. هو يعني ده كلام، دي ارقام ودي حقائق وده علم، بس كمان حتى الاراء الانطباعيه عند النجوم ليها اهميه وليها دلالتها، ولما تكون من الكابتن فاروق جعفر واحد من خيره نجوم نادي الزمالك وكباتن الزمالك الكبار يبقى اكيد كلام مهم. رأيك ايه في الجدل اللي في الفترة الأخيرة؟ شعبية الأهلي أكتر؟ لا شعبية الزمالك أكتر؟ لا شعبية الزمالك أكتر في الخليج، وشعبية الزمالك أكتر في الخليج لكنها أقل في مصر؟ لا شعبية الأهلي أكتر. يعني ما دي حلاوة الكورة، سافرت وشفت وشفت حاجات كتير، ده حلاوة الكورة. ما أكيد طبعا، يعني أنت دايما طول ما أنت قاعد مش عايز اللي يقعد يستريح. الكورة عايزة القلق، صحيح. سواء في اعلام، في ميديا، في ملعب، في جماهير، مش الكوره هي دي حلاوه الكوره، ان انت تبقى قلقان. ف الكلام ده بتشوف ايه؟ بتشوف الشعبيتين متساويتين؟ لا. لا الاهلي اكتر. الاهلي اكتر. بالنسبه قد ايه مثلا؟ كم الاهلي لما بياخد بطولات بيبان جماهيره، والزمالك ما بياخد بطولات بتبان جماهيره. ودي دي دي, دي 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 حاجه يعني عايز اقول ده واقع موجود، يعني مش حدش بيقول يعني ما الاهلي بيبقى ماشي مش بشكل كويس ما بتلاقيش الجماهير عندها الدوافع. طب ولا الزمالك كمان. طب وفي الوطن العربي مين اكتر، الزمالك ولا الاهلي جماهير؟ انا متهيألي في الوطن العربي المصريين لمصر اكتر من الاهلي والزمالك. يعني هو في الحته الاخيره جاوب فيها بلباقه، المصريين لمصر اكتر من الاهلي والزمالك. لا هو انما هو طالما ان الجاليه المصريه بتزيد يبقى هم مصريين. لا هو يعني تسمع يقول لك ايه، لا شعبيه النادي الفلاني بره مصر 100 مليون في الخليج، والخليج كله يعني هو الخليج في الاخر كله قد ايه؟ لا بكل ما فيه. بص لكنه هي الفكره ايه، كابتن فاروق قال نقطه مهمه جدا، الاهلي لما بيكسب شعبيته بتبان، لما بياخد بطوله شعبيته بتبان. ده كلام للكابتن فاروق. طب لما يبقى كلام لوزير مسؤول ووزير في قيمه الدكتور المهندس خالد عبد العزيز، الراجل ما كانش اهلاوي، الا زملكاوي طبعا، كان زملكاوي وكان وزير سياسي كمان، كان في احد البرامج له راي مهم في الجزئيه ديت نفكركم بيه. الكوره في مصر ممكن تتم من غير النادي الاهلي؟ لا طبعا. ازاي يعني؟ ازاي الكره لعلم حضرتك انا، وتقدر تشوف التقرير الامنيه، يوم ما الاهلي بيكسب الدنيا سعيده والناس مبسوطه ماشيه في الشارع مبسوطه، يوم ما الاهلي بيأدي اداء كويس انزل في اي حته مش هتلاقي مشاكل، مش هتلاقي مشاكل، هتلاقي الناس سعيده بفوز النادي الاهلي. بس استنى بس، والناس بتزعل لما الزمالك بيكسب؟ لا مش بتزعل، بس انا قصدي انت بتتكلم على الاغلبيه، ولازم نبقى عارفين ان في اغلبيه. يعني هي كلمه الحق بتطلع طبعا في لحظة يعني واضحة طبعا، وهي دي يعني انا عايز اعرف اصلا ما فيهاش فخر لحد، ده واقع، وما فيهاش اهانة لحد،
يعني انت لما تكون انت شعبيتك في الاسماعيليه للنادي الاسماعيلي او في بورسعيد للنادي المصري او في اسكندريه للاتحاد السكندري، لكن كل واحد فيهم بعد كده له انتماء لا علاقه بالاهلي والزمالك. وانا بقول لك في كل البلاد دي الاهلي موجود، وموجود وبقوه جدا جدا، طبعا اكثرهم في الاسكندريه ودلوقتي السويس تدهش من نسبه التنامي الاهلاويه هناك. فانا المساله هي بتبان في القيمه التسويقيه. استاذ ابراهيم ما تروحش يمين وشمال، ما تضيعش وقتك. كان كلام المهندس خالد عبد العزيز مهم جدا. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نشوف هي قيمه الاهلي مش بس تسويقيا ولا شعبيا، قيمته من بره. بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. قيمه الاهلي اذا كنا بنتكلم على حجم شعبيه، الاهلي بيرتكز على شعبيه هي الاعلى والاوسع، مش في منطقه الشرق الاوسط بس، الاهلي يصنف بين الانديه الاكثر شعبيه على مستوى العالم، يصنف ضمنها، خاصه انه عدد البطولات والاكثر تتويجا والاكثر نجاحا بيزكي وينمي هذه القاعده الشعبيه الكبيره. الاهلي إذا كان بيرتكز في أهم مرتكزاته على تاريخه الوطني الكبير، كمان شعبيته الواسعة والجارفة، نجاحاته الرياضية، نجاحاته الرياضية في كرة القدم على وجه الخصوص بما أنها اللعبة الشعبية الأهم. أما ألاقي مصدر الفخر لكل مصري والكل عربي والكل أفريقي، إذا كان النادي الأهلي هو نادي القرن في القارة، هو الأكثر تصدرا أو المتصدر حاليا لأندية القارة، ألاقي صحيفة ديلي ميرور البريطانية وهي مهتمة أنها توثق لأكثر أندية العالم نجاحا في كرة القدم، أكثر أندية العالم نجاحا في كرة القدم وحصولها على البطولات الرسمية، ألاقي من دواعي الفخر لكل مصري أن يكون النادي الأهلي رقم واحد. شوف النادي الاهلي 118 بطولة، وقلنا قبل كده ان النادي كتب للصحيفة البريطانية بيصلح الرقم على عدد البطولات الرسمية التي لم يرد ذكرها في هذا الرقم، بس وفقا لقائمة ديلي ميرور الاهلي 118 في المركز الاول، جلاسكو رينجرز الاسكتلندي 115، ناسيونال الاوروغواي 113، بينارول الاوروغواي 108، سلتك الاسكتلندي 105، برشلونه الاسباني 91 بطوله. وضعا في اعتبارك حاجه بقى يا استاذ ابراهيم، انا عايز احول البطولات دي الى نسب. ايوه، لان التاريخ في انديه من دي اقدم مننا بكتير طبعا، ورغم كده احنا بقرن كامل، بقرن كامل. ايوه، فعايزين مره نعملها بالنسب. يعني انا خدت 118 بطوله من كام سنه، خلال كام سنه نشأت فيها كره القدم أو نشأة النادي الأهلي نفسه 1907، الكورة بدأت فيه 1909، خلال كم سنة بتمارس كورة خدت فيها كم بطولة، ويقاس عليها بقية النسب. هتلاقي الأهلي النسبة المئوية بتاعته عالية جدا ومبعد بعيد عن كل الأندية. ريال مدريد 97 بطولة، بنفيكا 82، أولمبياكوس اليوناني 75، أياكس، مانشستر يونايتد 71، نادي الزمالك 52. دي صحيفة ميرور، واللي الصحيفة العريقة اللي سبقت النادي الأهلي بأربع سنين، يعني هي عمرها أكبر من عمر النادي الأهلي كمان، هي نشأت 1900 أو صدرت 1903. هذه الإحصائية هي آخر حاجة صدرت تصنف النادي الأهلي وتحطه في هذه المكانة عالميا. لو احنا بنتكلم في عموم البطولات الاهلي رقم واحد. طيب لما تقاست البطولات القاريه عدد البطولات، فاكرين الاهلي نهايه مجلس اداره الكابتن حسن حمدي احتفل في اليوم الاخير له باللقب 19، وكان الاهلي سيد انديه العالم، كان الاهلي حاز وقتها لقب الاكثر تتويجا في العالم. صحيح بعد كده الاهلي بعد عن فرصة إحراز دوري أبطال أفريقيا ومن ثم السوبر الأفريقي أيضا،
الاهلي خد في مجلس المهندس محمود طاهر مجلس الاداره السابق لقب واحد كان الكونفدراليه، فال 19 بقت 20، بس الاهلي وقف عند ال 20، لعب فاينل صادف سوء حظ وسوء نيه وسوء مقصد وسوء تحكيم وسوء حاجات كتيره، سوء نيه، سوء السوء، واجه سوء السوء نفسه، وحرم من ان هو يتوج، ففضلت القاب الاهلي القاريه عند 20. لكن ريال مدريد الملك العتيد قدر يتخطى الاهلي زي ما تخطى اي سي ميلان، وقف النادي الاهلي عند 20 بينما الريال قفز ل 26. اصبح كل اهلاوي يفخر. انا بتكلم عن ريال مدريد، انا في حته تانيه خالص. الاهلي بيتكلم على منافسه حاطط دماغه مع ريال مدريد، الهدف ان هو ازاي يقدر انا مشغول بريال مدريد لانه الريال 26 والاهلي 20. الاهلي محتاج يضغط ويكثف ويركز في بطوله افريقيا، لان الموسم فيه بطولتين افريقيا، انت بتتكلم في دوري الابطال والسوبر الافريقي. فان شاء الله تعالى يقدر الاهلي مع كل جيل في الفتره اللي جايه يستعيد هذه الارض العالميه الاكثر تتويجا في البطولات القاريه على مستوى العالم. الاهلي في حته تانيه خالص، مش مشغول بالكلام اي حاجه تانيه. فيكون الاهلي له هذه القيمه، 26 بطوله ريال مدريد، الاهلي 20، اندبندنت الارجنتيني 18 مع الاي سي ميلان ومع بوكو جونيور 18، برشلونه 17، الاهلي معدي برشلونه. طبعا هيطلع واحد يقول لي هو انت هتعمل دوري ابطال اوروبا زي دوري ابطال افريقيا؟ ما بتتقاسش كده، ولا حتى الفريق الاسيوي اللي بيدخل هنقيس انت بتتكلم اسمها البطولات القاريه، ما انت مش مسموح لك تروح تلعب في اوروبا، وهو ما بيجيش يلعب في اسيا، انما كل واحد في الفلك بتاعه او في المحيط بتاعه هو سيد عليه. فيكون الاهلي في محيطه القاري صاحب هذه المكانة الرفيعة جدا، اللي هقول لحضراتكم لو تفتكروا التصنيف التراكمي، كابتن صالح سليم عليه رحمة الله وهو بيتوج كان معاه المهندس عدلي وكان معاه كابتن خطيب وكان معاه حاضر الحفلة كمان حسام حسن، كان بيكرم من قبل الاتحاد الافريقي. كابتن صالح هو بيكرم بيداعب الناس وبيقول لهم ان شاء الله في القرن الجاي نيجي هنا عشان يكون الاهلي نادي القرن الجديد، فلترقد مطمئنا يا مايسترو. الاهلي حتى الان بعد 19 سنه في القرن الجديد ما زال يحتفظ بصداره انديه القاره وفقا للتصنيف التراكمي. عليه رحمه الله الكابتن صالح سليم يطمئن ان الاهلي دلوقتي 111 نقطه والترجي التونسي 75 نقطه، ده التصنيف التراكمي في الكاف، يعني الحصاد اللي فات واضفت عليه ما استجد، ما فصلتش. فكانت النتيجه يا باشمهندس الاهلي 111، الترجي التونسي 75، مازيمبي الكونغولي 72، النجم الساحلي التونسي 68، نادي الزمالك المصري الشقيق 63، اسك ميموزا الايفواري 46، اشانتي كوتوكو الغاني 44، الرجاء البيضاوي المغربي 40، شبيبة القبائل الجزائري 39، والوداد 37، وكانن ياوند الكاميروني 36، الصفاقسي التونسي والهلال السوداني لكل 33 نقطة، هارتس اوف اوك الغاني 31، افريكا سبورتس الايفواري 30، فيتا كنشاسا الكونغولي 28 وهو نفس رصيد الاسماعيلي، وفاق سطيف الجزائر 27، النيمبا النيجيري 26، الافريقي التونسي 24، هافيا كوناكري الغيني 24 نقطة. ده التصنيف التراكمي منذ انطلاق مسابقات الاتحاد الافريقي من اول ما اتقال يا كورة في الكاف سنة 64. كل حد عمل حاجة خد عليها نقط. وكانت النتيجة انه بما وصلنا اليه الان، دي اللقطة التاريخية للكابتن صالح عليه رحمة الله وهو بيتسلم وسام او درع نادي القرن في نهاية القرن المنقضي، وبيقول عايزين نيجي إن شاء الله نحتفل هنا والنادي الأهلي نادي القرن بإذن الله. ده
التصنيف التراكمي. طيب لو فصلنا ده عن ده، البطولات الرسمية للنادي الأهلي الأكثر تتويجا في كل البطولات المحلية، دوري، هات لي بطولة الأهلي لعب فيها ما طلعش الأول، هات بطولة اتلعبت في مصر في كرة القدم الأهلي ما هواش الأكثر حصادا فيها في كل العصور. وعملنا قبل كده مراجعة دقيقة ما بين حاجتين، السلطة الرياضية في مصر مين بيمثلها والأهلي موقفه إيه؟ أعتقد تذكر ده طبعا. يرأس اتحاد الكورة المشير عبد الحكيم عامر، الأهلي يتوج. يرأسه حيدر باشا في سنوات ما قبل ثورة يوليو، النادي الأهلي يتوج. حسن عامر في كل عقد النادي الأهلي هو اللي بيتوج. نور الدالي بالنسبة كابتن لطيف، كل رموز نادي الزمالك بما فيهم الكابتن محمد حسن حلمي زمورة على الجميع رحمة الله. عشان لما يطلع حد من الأجيال الجديدة اللي لسه بتفك الخط يقول لك أصل الأهلي بيكسب بالحكام، طيب تعالى يا سيدي، حكام وحلمي زمورة رئيس اتحاد الكورة وكان حكم والأهلي ياخد الدوري. فهموني بقى رئيس نادي الزمالك حسين إمام عم حمادة إمام لا ده أنت في مراحل، حيدر باشا رئيس نادي الزمالك، وزير الحربية رئيس اتحاد الكورة، والأهلي البطل. قولوا لي بقى رئيس نادي الزمالك هيجامل الأهلي وهيجيب له حكام تجامله؟ لا، النادي الأهلي مبعث فخر هذا الوطن، زي ما قال الأستاذ عمرو الجنايني في كلمته في حفل تتويج الأهلي، اللي بالمناسبة الناس زعلت وقالت اشمعنى الأهلي تعمل له حفل؟ انت خدت الكاس في الملعب. طب يعني انت خدت الكاس في الملعب، نروح نرجع نعيد اللقطه في الفندق؟ الاهلي خد اتعمل له حفل لانه اتظلم ما استلمش الدرع في الملعب، واحنا قلنا تبادلني. صحيح تبادلني. الاصل في المساله في الملعب ادي البطل بطولته وهو في الملعب، خليه يحتفل قدام جماهيره. كون ان الشركه الراعيه مشكوره تستدرك الامر انك انت تعمل حفل عشان تسلم الفريق البطل درع الدوري في قاعه، يعني ان تاتي متاخرا او ان تاتي في قاعه خير من الا تاتي. خلي بالك خلي بالك، انما الاصل الملعب. استاذ ابراهيم في نقطه مهمه، ده حق الشركه الراعيه يعني تسويقيا، الاحتفال بالتتويج ده هو حق من حقوقها المتعاقده عليه. صحيح صحيح، يعني مش طرف يعني. هي بتاخد حقها لان عندها فرص تسويقيه. فالاقي الاهلي الاكثر فوزا ببطوله الدوري المصري 41 بطوله، الاكثر فوزا بكاس مصر 36 بطوله، الاكثر احرازا للسوبر المحلي 11 بطوله، الاكثر تتويجا بكاس السلطان حسين 7 بطولات، دوري القاهره 16 مره، الاهلي بطل الجمهوريه العربيه المتحده وبطل كاس الاتحاد المصري، الاهلي بطل دوري ابطال افريقيا 8 مرات، الاهلي بطل افريقيا لابطال الكؤوس 4 مرات، الاهلي اول من فاز بكاس الكونفدراليه، الاهلي بطل السوبر الافريقي 6 مرات، بطل الافرو اسيوي مره، وبطل البطوله العربيه مره، والعربيه ابطال الكؤوس مره، والنخبه العربيه مرتين. الاهلي في جعبته 137 بطوله. عشان كده الاهلي يتصدر تصنيف الانديه الافريقيه وفقا لموقع فوتبول داتا بيز المختص في تصنيف انديه العالم. تصدر الاهلي وفقا لهذا الموقع كل انديه القاره برصيد 1625 نقطه. يعني هتروح لمواقع رسميه، هتروح للكاف وتصنيفه التراكمي والمنفصل، هتروح لمواقع اجنبيه مهتمه بالتوثيق والتصنيف، تلاقي الاهلي الاول ب 1625 نقطة، الترجي الثاني 1622، مازيمبي 1578، النجم الساحلي الرابع، المريخ الخامس، فيتا كلاب السادس، الهلال السوداني السابع، الوداد الثامن، الزمالك التاسع، وأول أغسطس العاشر. عشان كده الأهلي مبعث فخر الجميع ومصدر حتى سعادة الكل، مش اللعيبة، حتى نجوم الفن كل منهم ما من مناسبة
إلا ويعبر عن أهلويته بكل سعادة. أنا بقى أهلوية، أنت كله يعني من أول مكان ليا مدارك الاختيار إنك تعرفي تختاري، يعني كنت في ستة ابتدائي بقى أيام. قلت لهم انا اهلاويه. طبعا هو انا اهلاويه، بس طبعا اللي يستحق يفوز يعني طبعا يبقى هو ده يعني. انا فارق. بتعلنوا اهلاويتكم على الهواء؟ لا اهلاويه طبعا، والاهلي يعني طول عمرنا بنتفرج وبابا وكده وننزل نهيص في الشارع. انا اهلاوي مفيش مشكله. مش هقول لك ميولك ايه لان كله بيهرب من لا 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 خالص خالص. انا كنت زملكاوي وبعدين فقدت الامل بقيت اهلاوي. حمراء ام بيضاء؟ بص وانا اهلاوي بس يعني زي كل زي ما انت تابعتها بالظبط. تحب تشوف وقت اهلاوي يا رمضان؟ الاهلي ولا الزمالك؟ الاهلي. انا صريح الاهلاوي. اهلي حديد. اه بس يا ده طبعا اهلي يعني عادي. انا اهلاوي. فريقي المفضل في مصر الاهلي ام الزمالك؟ قولي. اهلاويه. اهلاويه. اهلاوي جدا جدا لان قلبي احمر وتيشيرت احمر. بحب الاهلي وانا اهلاوي. والله يا امير زي بقيه الناس كلها اهلاوي. يعني ابقى لوحدي. انا اهلاوي. وانت صغير؟ وانا صغير طلعت كده. طلعت كده كابتن. اهلاوي 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 ده صميم. ده العائله كلها اهلاويه. اكتر حاجه بتشيط جوزي مني ان انا اهلاويه. شايفه؟ فاسمعني بيقولوا ايه العظمه دي كلها. يا خطيب يا ابا. دلوقتي محدش يعرف انت اهلاوي ولا زملكاوي. اهلاوي طبعا. انا كنت برضه حاسه بكده. كنت حاسه بكده. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي جدا. اهلاوي جدا كمان. الاهلي. ايوه بقى. طب شو رايك اسالك سؤال وتكلمني بطريقه الشيخ مصباح؟ اهلاوي ولا زملكاوي؟ ايه؟ اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. هنا في هنا في روح في روح في النادي الاهلي. عايز اشكر بجد كل الناس اللي بتشجع النادي الاهلي، وعايز اقول النادي الاهلي فوق الجميع. يا جدعان انا فخور ان انا اهلاوي. حبيبه سعود حبيبه كريم. حبيبه رمول. ان شاء الله الدوري اهلاوي. انا بقى اهلاويه وبحب الاهلي وماليش في اي فرقه تانية. يلا. والعيال بقى بتوع بيت عقبة قاعدين وقالوا الواد ده ابن صلاح السعداني ده اهلاوي. يا نهار اسود. والله العظيم انا اتضربت ضرب. لا والله العظيم اتضربت. ما رحتش النادي تاني. هي وزملكاويه انا عارف ده. انا اهلاويه يعني لظروف كمان وراثيه، يعني انا عمي كابتن ريعو فده يعني ازاي هبقى زملكاوي يعني. يا فندم هو انت اهلاوي يا يوسف؟ انا اهلاوي. ترجعي ايه؟ انا اهلاويه طبعا. برضو اهلاويه. ده ايه الجمال ده؟ ده ايه الحلاوه دي؟ احنا واعيين في ملقف يعني. تختار الاهلي يخسر 6-0 من الزمالك ولا تطلع في أغنية بترقص باليه؟ لا ممكن أرقص باليه. شجع قوي. أهلاوي صميم جدا. هي بتبقى نسبة. لما يقول لك الشعب نسبته كده أي فئة هتاخدها هتلاقي نفس النسبة ماشية فيها. و الحقيقه بتربو ده غير بقى العتاه بقى يعني رحمه الله عليه فاروق الفيشاوي ربنا يشفي صلاح السعداني. صلاح السعداني طبعا العظيم. وعمر الزعيم عبد العزيز وكريم عبد العزيز والزعيم عادل امام. والزعيم عادل امام طبعا. لا طبعا الواحد بيعتز بيهم جدا جدا. و هو ده قيمه انت الحلقه عملتها قيمه الاهلي. هو ده قيمه الاهلي في اي فئة هتخشها هتلاقي هذه النسبة ماشية كده. فالحمد لله على يعني مكانة الأهلي. بس المهم بقى تاني وتالت ورابع يا ولاد نتمسك باللي أهلي علمه لنا. مش عايزين حد من عنده يفرض حاجة تغير هذا الواقع. والنقطة المهمة يا جماعة هي مش معنى الحديث عن قيمة الأهلي التقليل من أي نادي آخر. احنا بنتكلم عن قيمته عندنا بالظبط. قيمه الاهلي عند
جمهوره ومحبيه. قيمة الأهلي تاريخيا في احترامه لكل منافسيه. وأنا نفسي الجزئية دي تتغير عند الجماهير. اللي بيتمسك بالأهلي وبقيمته وبمكانته يحترم كل منافسيه. والله دي نقطة مهمة جدا، إذا كنت فعلا أهلاوي احترم غيرك ويسيبك من موضوع التحفيل ده عشان خاطرنا. بالظبط. عشان خاطر النادي الأهلي. بالظبط. إذا كنت اتعلمت حاجة فيه فعلا يعني. لأنه إحنا يعني أنا أشرت في من بدري للمهندس عادلي إحساسنا بالمسؤولية تجاه إن الناس فعلا في حاجات كتيرة الناس ما بتعرفهاش، فأنا كنت بكلمك على مشروع التزاوج ما بين مجلة الأهلي وصفحة قناة الأهلي على السوشيال ميديا، ما شاء الله وصلت لأكثر من مليون وبإذن الله تزيد كتير، لأنه هي ديت شعبية الأهلي وده قيمة الأهلي. فكانت الفكرة إن إحنا ابتداء من بعد بكرة يعني على يوم الأربعاء مجموعة منتقاة من أصحاب الأقلام الأهلوية المؤثرة على كل المستويات، يعني هتلاقي عدل القيد عز الدين وهتلاقي فيصل زيدان وإنجي الزيني ومي عبد الرحمن وأسامة السويسي والورائي ومجموعة من الأقلام في كل الأعمار المختلفة. الفكرة وأحمد الشيخ صديقك العزيز عامل زاوية مهمة جدا من بحر وبنحبوه عشان يكون ده صوت الإسكندرانية، بحيث أن هذه المقالات تثير الجدل وتفتح الحوار الأهلاوي. المقالات تنشر في مجلة الأهلي ثم توضع بعد النشر على صفحة قناة الأهلي على السوشيال ميديا. مش هتبقى مقالات كبيرة عشان وقناة مقالات فيها لغة أو روح سوشيالية شوية. الناس تتفاعل مع هذه المقالات وتحاور المهندس عادل القيعي وتسأل الأستاذ أحمد الشيخ وتسأل فيصل زيدان وتحاول تستفهم من فلان وعلان من هذه الباقة الكبيرة، مجموعة كبيرة وتستحق. ويكون الأسبوع اللي بعد منه الردود على هذه التساؤلات وهذه التفاعلات في المجلة، بحيث أنه يحدث هذا التزاوج إدراكا منا لمسؤوليتنا تجاه الجماهير. أنت بتلاقي ناس كتيرة جدا عندها أراء غلط، محدش وفر لها صح، محدش فتح قنوات الحوار معاها، الناس بتكتب في اتجاه والجمهور في اتجاه تاني خالص. لا، الإعلام التفاعلي الحقيقي المؤثر أن الكل يحدث بينه هذا التزاوج وهذا الاندماج في الرأي، وساعتها تقدر تقول المهندس عدلي بيقول لمجموعة من الشباب ده صح وده غلط. والله يا ريت كمان نروح للكتاب اللي ليهم تأثير، الأستاذ جمال بخيت، الأستاذ محمد علي خير، الأستاذ أسامة كمال. بالظبط، هيكون كل دول موجودين يعني كل واحد فيهم في الشهر ادالك مقالة كويس. بالظبط، وفرصة من هذه التفاعلية إن احنا نكتشف مواهب كتيرة جدا عند جمهور عنده القدرة على الكتابة والتعبير، وكله من أجل الأهلي. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير أن نلتقي في 11 مساء الخميس القادم إن شاء الله. وخير ما كتب الأديب الكبير فكري باشا أباظة: قم يا أهلي شوف ولادك والبنود.